لا جيت شرح لك جيت عليك فوق راسك عليك فوق راسك ها هي فوق راسك دراري خويا خويا الله يرحم كبير الله يرحم والدين على برا عبد كبير على برا الله يرحم والدين لا لا قبل لا واحد في ضحي براسه والاخر باقي حداه سير ما عرفت الصحابه سير سير من الهوا انا عارفه اما اللي هي قد وكل واحد السيد الفوق طاح كنتي هنا انت كل هرب نتوما اللي نتوما اللي خرجتوا الاولا حنا كنا هنا على الارض هذاك اللي بقى تما السيد كان بواحد وبلاتي تما لا تتفاجئنا على الضحك علينا كنا حنا سته الناس تحت السيد الفوق طاح علينا صاب السيد غيب واحد اللي تصاب واحد اللي غيب وشي ثلاثه مصاب تصاب جوج دار ولكن هي انتما انت كيفاش موقع لك هو انا الدراري غادي جاي خارج كنت برا تفاجا بداك الشيء خرجتي برا ماشي الله باقي الله قلت لهم انا جاي بداك الشيء والله ما كنسمع شي حاجه فحال الشارع حدا نط قلت لعمي كي اللهم بي اللهم صل عليك رسول الله شنو بديت كنسمع الغواش هنا في الزنقه نسكن هنايا في هذه الزنقه هذه خرج كتبان ليا الجوقه كيبانوا ليا الدراري ساكن محنين معاهم اللي كيسف العود اللي كيجر كيجر المهم كنحيي الدراري كاملين ديال الدرب درب قناوه زرق شاس في الله كنحيي الدائره الاولى كنحيي الدراري كاملين تبارك الله وصلى على النبي عليهم زعما كرا دخلوا في الوقت المناسب كون ما دخلوش الدراري هذوك كنلقاو ضحايا بزاف كاينين في هذا الفرع شكرا بزاف السلام عليكم سميتي صلاح مدينه قديمه نجي هذه كامله المنطقه ديالنا دي فهمتي دربنا دايزين من هنايا تلقينا تسمعنا فهمتي باق سمعنا شي بحال شي حاجه طاحت فهمتي فاش جينا تنشوفوا لقينا فران ديال الدرب فهمتي فران ديال الدرب طاح حتى الدار ديالو كامله واد كاينين شي اربعه ديال الناس اللي فهمتي بقاو غرقان بقاو غارقين فهمتيني بقاو تحت داك الشيء بقينا تنجيو لهنايا جينا هنا كاملين جاو الدراري ولا الدرب جا الدري حمادة دا يوسف دراري بزاف فهمتي جا ولد الدرب كامل يعني طيب دراري فهمتي جا كل شيء قبل من الواقع اللي ما هذه ما جا قبل منهم انتم قبل ما يجيو البومبي قبل ما يجي البومبي الدري الرابع اللي بغينا نزيدو مع الدري الرابع ما تاش الاولين جبدوا الرابع باش الرابع عاد الرابع خرجوا اربعه الناس اربعه الناس معنا خداري خويا غيرنا حنا ثلاثه مع جينا فهمتي كان ما كذبش عليك كان الاول فهمتي خرجناه الاول اصلا كان باين فيها نص باين فيها نص خرجناه الثاني جا الثالث جاو البومبيه جاو فهمتي قلت الرابع ماشي تجبدوه فهمتي تجبدناه
حنايا وبقات لي رجليح تبقى غارق وفي الجنه حنا تنسولو تنقول لهم فين الرابع قالنا بقى لا رابع لا والو قلنا بقاو لا رابع لا والو ما بقى حتى شي واحد قال لي هو تسمعوا شي دراري كانوا بقاو تما وحنا خرجنا تنسولو تسمعوا شي دراري ترنين شي واحد تيغوت تحت سميتو فهمتوا باقي كان ديك الساعه باقي السيد فهمتي باقي حي ديك الساعه فهمتي باقي ما مغيب ما والو صافي وي جينا حنايا تنحيدو على جو البومبيه بداو كيحيدو لي في رجليه مني كانوا كيحيدو على داك خونا التراب اللي باين فيه غير النص فين كانوا كيلوحوا التراب كانوا كيلوحوا على داك خونا اللي باقي كاع ما كيبان اصلا تهضروا معاه كتسمع كلشي كنقولوا ليه لا راه باقي واحد لا راه باقي واحد مالين الوقت وداك البومبيه وكلشي كيقول لك لا راه ما بقى حتى شي واحد جينا بدينا كنحفروا لقيناه تا غيب مسكين وشباع انا النص ديالو قناتي ها باش انا كنجبدوا فيه عفوا كنجبدوا فيه واحد الدراري تبارك الله عليهم واحد العواز ما تيقول لك اخويا دابا الدراري هادو يوسف راه ابراهيم ودير ولاد بوطويل الدراري كاملين كانوا جابدين فهمتي داروا واحد التدخل انتحاري للدراري ما قدرش اي واحد يدخل تما وكنشكروا الدراري ديال الدراري ديال الدرب قناوه كاملين تبارك الله الدراري جاوا فهمتي رغم داك الصعوبات بنادم والله انا ساكن هنايا وسمع خونا كلشي كما تشوف انت حاتنا كي دايره والناس انت كاع الناس عاونونا الناس اللي كيعطيك المال الناس تدخل ورغم داك الشيء المدنيه عرفت عطاتو حتى الدري الرابع اللي جبناه حنا يعني كما تخلاش نقدروا بنادم يموت في الفاجعه والسيده اللي باقي في حاله خطر هو السيد الرابع اللي تعطلوا فيه الوقايه المدنيه كنبغيو نشكروا قلت لك كما الدراري ديال الحمول البوليس ديال البرومير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.